إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في العالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يحدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزمان سيتغير، وأنه توشك أن تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعة الطعام. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل خير، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك لنا شيئا يقربنا إلى الله، يقربنا إلى الجنة، يبعدنا عن النار، إلا وقد أمرنا به، ولم يدع شيئا يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة ويبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. تركنا على المحجة البيضاء، وجاءت عصور الفتن وشاعت الذنوب في الأمة، والمعصية في الأفراد، وقست القلوب، وطال علينا الأمد، وتسلطت علينا الأمم بذنوبنا قبل أن يكون أي شيء غير ذلك. ما المخرج؟ المخرج التوبة، وأن نعود إلى الله، وأن نجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأسوة الحسنة في حياتنا، وأن نجعله هو المرشد الأتم كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف التوبة إلى الله والانخلاع عن الذنوب
والنفوس تأبى التوبة وتأبى الانخلاع عن هذه الذنوب. أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد ركني الشهادة، فلا تتم لأحد من الناس، لا يتم له الإيمان ولا الدخول في الإسلام بأن يقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يقول الركن الثاني من الشهادة وأشهد أن محمد رسول الله. وكل الأعمال بين القبول والرد إلا ما كان متعلقا بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فصلاتك وصيامك وحجك وسائر أعمالك قد تقبل وقد لا تقبل. أما الصلاة على النبي المصطفى والحبيب المجتبى فإن الله يقبلها لأنها تعلقت بحبيبه. ولذلك جاء أبي بن كعب يقول يا رسول الله أجعل لك ثلث مجلسي في الذكر، بأن يصلي على النبي ثلث الوقت الذي خصصه لذكر الله. قال افعل. قال أجعل لك نصفه؟ قال افعل. قال أجعله لك كله؟ قال إذن كفيت ووقيت. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا أمرا واضحا صريحا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما سئل عن عمل إذا ما فعلناه انثال لنا الدين وأمسكنا بعروته الوثقى، فماذا نفعل؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ربك وتطلب منه أن يصلي عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فلسانك يذكر اسم الله، ولسانك يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه. أيها المؤمنون، كل قول له حقيقة في الفعل وفي الاعتقاد. فإذا كان اللسان يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يليق به وبما أمرنا الله به، ويكون ذلك الذكر مفتاحاً لنا لسائر توبتنا وأعمالنا وعنواناً لحياتنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، إذا كانت الصلاة على النبي بالألسنة فإن لها حقيقة في العمل، فإن لها حقيقة في العمل يجب عليك أن تتحقق بها. يقول ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فختم آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يسلم